السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك بالخير ضيفنا الحبيب. حضورك صراحة أبهجنا وشرح صدورنا، فجادت قريحتنا بهدية متواضعة لمعرفتنا بحبك للماضي أرضا وإنسانا. وعتق يعاني من الفقد خله، وللقلب حق إن بكى أو تذكر، كخد لعذرا إن أتى من تجله، إذا هب ريح فاح كالمسك أذفر. مكي الشامي، حياك الله يا حبيبي، حياك الله. مكي الشامي، والله حبيت كل الموجودين، كل الأحبة في أعضاء هذه القرون، ولكن أنت من ضمن الناس اللي لهم حب خاص، لهم معزة خاصة، فالله يحييك ويحيي هديتك الغالية. وأنا طبعا مبدأي الأساسي أحب كل من يحب هذه الحياة الدنيا والآخرة، أيضا أحب كل من يحبه الناس، كل من يحب الناس ويحب لهم ما يحب له، يحب لهم ما يحب لنفسه وأكثر، فأنت منهم. حياك الله، يا هلا وغلا بك والله. أكي وغيره كثير صراحة دخلوا روحي قبل ما يدخلون قلبي. على فكرة أنا من الناس المهتمين في الروح، الروح في الصحة، الرعاية الصحية المعتمدة على الروح مو على العقل ولا الجسد ولا حتى الفكر ولا آخره. بارك الله فيك حبيبي مكي، وكرر شكري وتقديري لك.